شركة مواتف تون للفن الهادف تقدم لكم يتيما جاء إلى الدنيا فكان اللم في النوبي وأميا فعلمنا فيا لله من لقبي وآمنة به حملت فما عانت من التعب ولم تعيا كما تعيا نساء القوم في السبب ولم ينبت بها ثقل وليس القول بالعجب فقد حملت بأحلى الناس أرقى الناس في الرتب أضاء الكون مولده برغم الستر والحجب ومن شرق إلى غرب سرى ذا النور في الطلب دلائل عن نبوته بدت في الخلو والعصب فذا حجر يسليه إذا ما مر في الهضب وذي الأشجار شادية وأوراق من العشب ومن نطق بهذا الصخر صار النطق في الخشب سلاما يا رسول الله نادى الكل بالعربي وأهلا يا حبيب الله حل السعد في الحطب وأرضعت الحبيب هناك أم السعد والحدب حليمة قالت البركات حلت في المدى الجدب فبات الكل مرويا هنيئا وقت ذي سغبي وسار مهاجرا للشام في ظل مدى السحب وقيل احلف بغير الله قال هدى أمما غدا علما لمقتربين وأيده إله الكون بالقرآن والرعب ويوم حديبة من ركوة والقوم في نصب أما الماء القراح يسيل بين اللحم والأهب سقى الأصحاب يوم ظموا بماء طيب صبب ويرفع سيدي يده وما في الجو من سحب فتعصف في السماء مزن ووقع الغيث كالخبب وحن الجذع مشتاقا إليه ببالغ الحدب سرى ليلا إلى الأقصى وأما الرسل في الرتب رأى الدنيا بصورتها عجوزا في خطى اللعب ومر بقبر ماشطة ومنه الطيب في السرب رقى المرقاة في المعراج يسمو في علا الحجب رأى الآيات تشريفا له في كل مرتقب وهاجر يبتغي الرضوان لا سعيا إلى
إلى هربي وناصره عباد الله عند الحادث الحزب فبشراهم بفيض النور لا بالمال والذهب متى ألقاه مبتسما وأنظر فيه من كثبي.